النهارده لقطات تحكيميه كثيره، لقطات تحكيميه ممكن نقول بين قوسين مثيره للجدل، ولكن ما تحسهاش التزامات. يعني ممكن تبقى مثيره للجدل عشان فيها شكوك، تقول اه او لا، صح او غلط. ولكن بصراحه كده، بصراحه كده، اول اسبوع في الدوري لحد دلوقتي لحد كبير جدا، الاخطاء فيه نادره جدا. نسمع اكتر ونشوف اكتر اللي حصل في حالات تحكيميه في مباريات اليوم ومباريات الامس مع كابتننا الكبير كابتن جهاد جريشة، خبيرنا التحكيمي الكبير. كابتن جهاد، مشرف ومنور. كريم، اهلا بيك، وكل سنه وكل شعب مصر طيب، وان شاء الله موسم موفق على الكره المصريه وعلى التحكيم المصري ان شاء الله. بشكل عام اول يومين في الدوري الاداء التحكيمي رايك فيه ايه؟ بص، انا ما وقفتش الا عند لقطه واحده اللي ممكن اخدها خطا، وخطا كبير في الست مباريات. هي لقطه واحده اللي اتكلم فيها ركله جزاء فاركو في ماتش البنك الاهلي وفاركو. غير كده الاداء التحكيمي اداء محترم جدا في كل المباريات. ما فيش عندي لقطه مؤثره او قرار مؤثر نتيجه مباراه، وده شيء كويس. اللقطه دي كانت ممكن تتحل بحكم فار. حكم الفار كان موجود، لو كان تدخل واستدعى الحكم في ماتش البنك الاهلي وفاركو وجاب له اللقطه اللي ورا الجون اللي فيها ابو جبل بيلعب الكره ونجح في الوصول للكره ولعبها بايده، وبالتالي ركله الجزاء غير صحيحه طبعا، اثرت على نتيجه المباراه. كانت في اخر ثانيه في الوقت بدل الضايع، وطبعا دي كان خطا الوحيد في ست مباريات. اتمنى ان شاء الله ما يكررش، لان شايفين اداء الى حد ما يبشر بالخير ان شاء الله. ان شاء الله. طيب نروح لي مباريات اليوم يا كابتن جهاد، ايه تحب نبدا بايه؟ مباراه الاهلي والاسماعيلي ولا الزمالك وامبي؟ نبدا باللي جت الاول، الاسماعيلي والاهلي. جت المباراه جت الساعه 5، نتكلم عليها الاول. عندي لقطتين نتكلم فيهم يا كريم. اذا كان عندك حاجه ثانيه نضيفها مش مشكله خالص. اللقطه التحكيميه الاهم في المباراه نص الشوط الاول اللي طالب فيها لاعب الاسماعيلي بكارت احمر لطاهر محمد طاهر. التدخل اللي كان في نص الملعب، التدخل في قوه زايده، في سرعه، لكن طارق مجدي الحكم الفار اللي موجود على الفار ما تدخلش واستدعى الحكم عشان يقول كارت احمر لسبب واحد بس، ان اللعيب لما وصل خد الارض مع الرجل. في جزء من قدم طاهر محمد طاهر الكعب واخد الارض، والاستاذ واخد الرجل المكان، ودي السلاح الاستاذ المستخدم. لو وصل بكامل قوته مباشرة للرجل من غير ما يجيب الارض كارت احمر مباشر، ما فيش فيه كلام. لكن الكعب اللي جاب الارض ده قلل من القوه وقلل من السرعه، وبالتالي بننزل من الكارت الاحمر للكارت الاصفر. دي اقصى درجات التهور، يعني كارت اصفر، وبالتالي عدم استدعاء طارق مجدي لمحمد عادل. محمد عادل على فكره ما حصلش فاول اساسا في اللعبه، واستمر اللعب. عدم استدعاء طارق مجدي حكم الفار لمحمد عادل قرار صحيح جدا من طارق مجدي، لان اللعبه ما تستحقش كارت احمر مباشر، والانذار طبعا لا يمكن حكم الفار يستدعي فيه الحكم طبقا للبروتوكول الفار. عظيم. اللقطه الثانيه، اللقطه الثانيه الطرد بتاع طاهر محمد طاهر. الميزه اللي بقول انت كحكم فاهم كره القدم، موجود في مكان مناسب زي محمد عادل النهارده. اللعبه دي طاهر محمد طاهر تم طرده للسلوك، مش للركل نفسه. الكره بعيد، اللي حصل ده اسمه سلوك ماشين. الركله تبقى قويه تبقى ضعيفه تبقى ايا كانت الركله بمدى قوتها، مش هو ده المعيار بالنسبه لنا. المعيار بالنسبه لنا ان هو ده سلوك من لاعب، ركل اللاعب او ضرب اللاعب بالمنظر ده بدون كوره هو كارت احمر مباشر. ومحمد عادل ما يعني الثانيه كان الكارت الاحمر طلع، ومراجعه صحيحه من حكم الفار، وبالتالي كان قرار صحيح محمد عادل. عموما ماتش الاسماعيلي والاهلي النهارده كان اداء محترم جدا من طاقم التحكيم، خرجوا من المباراه بصوره جيده جدا، يعني بتقول ان شاء الله في موسم مبشر لتحكيم مصر. هاي مباراه الزمالك وسموحه، مباراه الزمالك وسموحه وقفنا على اللقطتين فيهم ركلتين جزاء، يعني مطالبه بركلتين جزاء في اللقطتين. اللقطه الاولى كانت في ايد لاعب نادي الزمالك، لعبه ملعوبه على الجون وجت في ايده اللي موجوده في جسمه جوه جسمه، مش مكبره الجسم، وبالتالي استمرار اللعب كان قرار صحيح ومراجعه صحيحه من حكم الفار، واستمرار اللعب ده كان القرار الصحيح. اللقطه الثانيه مطالبه زيزو بركله الجزاء. لاعب او مدافع سموحه حط ايده على رقبته، لكن لا في شد ولا في مسك، تلامس عادي جدا بيحصل في اي حته في الملعب. صح. وبالتالي استغل زيزو اللمس ده ووقع على الارض. استمرار الحكم كان موجود على فكره في مكان ممتاز جدا، شايف بين الاثنين لعيبه وخد القرار باستمرار اللعب. استدعاء خاطئ من حكم الفار عشان يوري الحكم اللقطه، الحكم شافها وتاكد من قراره في الملعب ان ما فيش فيها ركله جزاء،
واستمرار اللعبه ده كان القرار صحيح من حكم المباراه. على فكره حكم امر الدوله النهارده عمل مباراه محترمه جدا برضه تحكيميا. تحس برضه ان الناس فايقه، الناس داخله الموسم الحكام فايقه، الحكام واخده تعليمات الهمسه واللمسه لا، وبالتالي كل المعيار هتلاقيه واحد في كل المباريات. حتى الماتش اللي كنا فيه محمود ناجي الماتش بتاع البنك الاهلي وفاركو برضه نفس المعيار كان واحد في ست مباريات. على فكره كابتن جاد كمان عايز يشيد بنادي القمر الدين عشان هو كمان شجاع، حكم شجاع جدا. عادة أكلمك بصراحة، عادة لما حكم الفار بيستدعي حكم الساحة، حكم الساحة بيريح دماغه وبيمشي على كلام حكم الفار، بكلمك بصراحة شديدة. النهاردة توقعت أنه أدام استدعى حكم الفار هيرجع يحتسبها من غير ما يفكر، بس هو شايف أن هي لا ترتقي لضربة جزاء وخد قراره أو ثبت على قراره، ودي إشادة كبيرة لازم يعني نشاور عليها، عشان لما الحكام بيغلطوا برضو بنقول أن هم أخطأوا. فهو النهاردة كان حكم شجاع كمان. كريم انا كنت قاعد في وسط المجموعه بنتفرج على المباراه في الاستوديو، فعايز اقول لك انا عارف نادر كويس جدا، عارف نادر، عارف شخصيته. قبل ما ياخد القرار قلت للناس على فكره نادر مش هيحسبها لان انا مش فيش فيها حاجه، وفعلا خد القرار صح لان عارف شخصيه الحكم اللي قدامي ده، انا عارفه كويس جدا وعارف ان هو هياخد القرار صح بدون اي ضغوط، فهو حكم شجاع زي ما انت قلت، وفي نفس الوقت عايز ينجح وعايز يقول انا موجود وحقه يبقى موجود في خارطه الكره المصريه والتحكيم المصري بصوره محترمه، لان فعلا نادر خامه كويسه واتاخر جدا في الظهور في الدوري المصري، لكن ان شاء الله هيصنع دي الفتره اللي جايه اهم مباريات في الدوري المصري. طيب شفت لحد دلوقتي بصمه لكلاتنبرج ولا لسه بدري؟ هو يعني البدايات مبشره. البدايات مبشره، مفيش لسه حاجات، لسه بنتكلم في الاسبوع الاول ست مباريات، لسه في ثلاثه بكره ان شاء الله، اتمنى لهم التوفيق في المباراه بتاع بكره، بس بتكلم لسه اسبوع اولاني، الانطباع مش وحش. اتمنى بس يبقى الموجود ايه يا كريم؟ احنا كلنا اجمعنا ان ركله الجزاء فاركو مش مظبوطه. نتمنى يطلع كلاتنبرج ما يدافعش، يقول احنا غلطنا في اللقطه دي، وبالتالي اللقطه دي مش مظبوطه عشان ما ندافعش عن غلط عشان ما نغلطش تاني. صح، ده الكلام اللي احنا بنتكلم على اخطاء الماضي. صح، مش عايزين نكررها النهارده. هو لما يطلع يحلل لا ولا لا، الراجل لعب زي ما احنا كل الناس اللي شافتها قالت كده، الراجل الجول لعب الكوره ما فيش ركله جزاء، حكم اخطا، الحكم اخطا او الفار اخطا ما فيهاش الحكم، لان اللقطه دي كانت لقطه فار مش لقطه حكم. طيب كابتن جهاد هو لو اتفضل انت عارف لو عمل كده كريم انا يعني هيبقى عندي يقينا ان احنا ماشيين في الطريق الصح. طيب انا معايا خبر كنت لسه قراه من شويه بس عايز اناقشك فيه برضو، انه اتحاد الكرة بيقرر صرف مستحقات الحكام المتأخرة وصرف مستحقات الجولة الأولى من الدوري الممتاز، ده بسبب وجود كلاتنبرج؟ يعني لو رئيس لجنة الحكام مصري كان بالحب كده نصبر مع بعض شوية عشان كلاتنبرج هو اللي طلب صرف المستحقات المتأخرة للحكام، رأيك إيه؟ بص يا كابتن انا احقاقا للحق، احقاقا للحق يعني كان الباشمهندس احمد مجاهد الفتره اللي فاتت كنت برضه متابع، الراجل كان بيصرف المستحقات ما بتاخرش، كان وبرضه كان الحاج كان رئيس لجنه الحكام مصري. فده مطلوب جدا للنجاح، يعني عايز اقول لك الحكام تاخد مستحقاتها، ده جزء من يديني حقي عشان اديك حقك في الملعب 100%. فهو ده، فاذا كان اتحاد الكوره هيعمل ده مش عشان خاطر كلاتنبرج طلب، لا هو ده المفروض الحكام تاخد حقها، وبالتالي تبقى الناس مرتاحه، تنزل الملعب بارتياحيه، وبالتالي ناخد منهم الشغل اللي احنا عايزينه كلنا، ان التحكيم المصري ما ياثرش على الماتشات، التحكيم المصري بصوره كويسه، لان الدوري بتاعنا يستحق تحكيم كويس. صحيح، وبالتالي ده النجاح يبقى النجاح الكامل للمنظومه كلها ان شاء الله. صحيح، كابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.